لم يكن حسن فتحي معماراً مصرياً فحسب، بل كان عصراً معمارياً مثله مثل العصر الفاطمي والروماني واليوناني والقبطي. كان يرسم الحياة وينحني عليها بقباب الطين وأقواس الماء والهواء العليل. حسن فتحي كان شخصية موسوعية جداً، فما كانش مجرد هو مهندس معماري أو فنان تشكيلي أو فيلسوف، هو كان كل دول بالإضافة لأنه كان موسيقار. حسن فتحي لما جه ينقل يوعي الناس على العمارة دي وعاوز يسكن الناس في القرية، كان يروح كل البيت قول له أنت هديك بيت، هل أنت عاوز جارك ولا نغير الجار؟ والله أقول لا، أنا سحبت من جارنا ده، غيرني من جارنا ده، يغيره. مقارنة بالمهندسين اللي تخصصوا في العمارة، لا هو فعلا واحد من أعظم المعماريين في القرن 21. حسن فتحي كان بينقطع عن العمارة 3 أشهر في السنة تقريبا في الصيف، وكان بيروح فيهم النمسا سالزبورغ اللي هو مهرجان موتزارت، وكان بيعزف كمان، وكان صديقه الحميم هو هنري فون كاريان اللي هو واحد من أعظم المايستروهات في التاريخ يعني. وكان دايماً يقول لي إن العمارة والموسيقى هما وجهان لعملة واحدة، اللي بيحصل في العمارة هو اللي بيحصل في الموسيقى، النسب المعمارية الصح هي النسب الموسيقية الصح. حسن فتحي عمارته تنحب، عمارته عمارة صحية للإنسان. أنا في مرة في واحد طلب مني إن هو يسكن عندي ياخد ليلة في أحد الغرف اللي هنا، أجنبي، فسكنته. فقال لي جاء تاني يوم بقول لي أنا أول مرة أحلم. أحلم يا سيدي، هو أنت قاعد في حسن فتحي؟ لم يكن حسن فتحي نجماً بمقاييس نجومية اليوم، بل كان يعمل في حدود مشروعه، ما ولد اعتقاداً بأنه صمم مشاريع محدودة، لكنه في الحقيقة صمم أكثر من 170 مشروعاً. لكن قرية القرن الجديدة التي بنيت عام 1945 هي التي استحوذت على الاهتمام في مصر وبعدها خارج مصر. في جزء اجتماعي جدا لحسن فتحي لما جه يبني، لما يعمل الجورنه مثلا كان بيقول لي انا كنت بختار كل واحد عايز جاره يبقى مين وحجم اسرته ايه ويحب يبقى في انهي موقع. فالمساله كانت لها بعد اجتماعي كبير جدا وثقافي كمان. حسن فتحي كان دايما بيحب يسمي عمارته عماره المثقفين او العماره المثقفه. حسن فتحي عمل ايه؟ شاف المزارعين وشاف الناس اللي معاهم ماهم مواشي، عملهم بيوت مخصوصة إن في باب خلفي للمواشي، أما البيوت الثانية عملهم مضيفة عشان يستقبلوا إيه؟ لأنك أنت لو رحت بيتي ورحت بيت جاري، بيتي يختلف عن بيت جاري في الرسم الهندسي بتاعه. كان بيرفض رفض تام هو التشابه، يعني هو يقول أنا لو هعمل مثلاً قرية مكونة من 100 بيت لازم كل بيت يكون له طراز مختلف، ما يبقاش نظرية زي النظرية بتاعت المساكن النهاردة ونظرية البلوكات اللي بنشوفها بدون أي جمال معماري. فدي كانت النظرية الأهم عند حسن فتحي. هو اكتشف الريف متأخر، اكتشف الريف متأخر جدا، يعني اكتشفه في الفترة كان كبر في السن، فلقى أن الريف في الفترة دي كان بائس جدا، ما فيش لا كهرباء ولا مية نظيفة ولا حاجات. كان للريف طبعا مش ما هوش برضه بالنظره الرومانسيه اللي احنا بنشوفها دلوقتي، فحاول يعمل اكتر من معالجه للبيوت دي. انا بيتي اول بيت بناه حسن فتحي بدون اساسات خالص، على وش الارض، على مدار 18 سنه عملت له ترميم وعملت له اساسات،
احنا لو بصينا على القريه وبصينا على عماره الطين، هي العماره الحضاريه، هي العماره الانسانيه. هو قرر ان هو يهتم بهذه الفئه وازاي يبني بيوت صحيه بمبالغ رمزيه، لان هو كان دايما بيعتبر ان الناس دي معرضه للموت بسبب المساكن اللي بيسكنوا فيها. حسن فتحي بنى القرية دي عشان ينقل الناس اللي سكن في المقابر الفرعونية، عمل قرية متكاملة. فكانت القرية اللي هو عملها حسن فتحي عمل 70 بيت، وعمل 3 مدارس، مدرسة للبنت ومدرسة للولد ومدرسة حرف يدوية، وعمل نول عشان ينقل الناس اللي هم ساكنين في الجبل بالعرفة بتاعتهم، وعمل سوق سياحي وعمل سوق تبادل تجاري. لما اتكلف بقى من كان اسمها وزارة الإرشاد أياميها إنه يعمل قرية في الجورنة، كانت متبنيها كمان الأميرة فايزة أخت الملك فاروق، إنه يعمل حاجة في وسط المكان ده. فبيقول أنا انبهرت، لقيت نفسي قدام تمثالين ممنون في الأقصر، وقدامي الجبل العظيم ده، قدامي مقابر الأشراف من الناحية دي، وقدامي النيل من الناحية دي. ابتديت أفكر إزاي، إيه أنسب حاجة ممكن أحطها في المكان ده، فلازم أعمل حاجة غير تقليدية. كان في قرية أوريدي موجودة القرنة القديمة، ثم هو كان بيعمل الجديدة، فكان بيقعد مع ناس عشان يشوف متطلباتهم، إيه هو اللي محتاجه في البيت بتاعه، محتاج صحن، محتاج تهوية، محتاج إضاءة طبيعية، محتاج بالمختصر كده بيت صحي. فكان بيقعد مع الناس ويستطلع آرائهم ويشوف احتياجاتهم ويبتدي ينفذ ده على الطبيعة. وده ما كانش بيعمله مهندسين كتير عندما يكلف ببناء قرية كاملة، لا كان هو بيعمل الماكيت ويبتدي يشتغل. لكن هو كان بيعمل الماكيت بناء على استطلاع رأي لسكان القرية القديمة. أنا ما قالوا لي ليه أنت الوحيد في القرية محافظ على بيتك ورممته على مدار 18 سنة؟ ما كان غيرت زي الناس وعملت مسلحات. أنا معي المدام كانت عاوزة مسلحات وعاوزة بلكونة وعاوزة، فأنا شبه رفضت تمام يعني. فأقول لهم أنا بيتي من طين وأنا من طين، تجمعنا جناية وراثية بيني ما بين بيتنا، فأنا أرفض أني أبتعد عنه وأبتعد. أنا بيتي بأشعر بي لما أكون في أي ضرر، أدخل بيتي أبص عليه على الجدران بتاعتي أحس بيه إن هو محتاج مني تغيير جلد، فأقوم أنا أقشره كل 2-3 سنين أقشره، ونفس اللي هي أنا الهدر بتاعه ده بقوم أعمل تدوره تاني ومحر. فإحنا الحمد لله معانا ناس مهتمة بالعمارة دي،
واحنا على قد ما نقدر حافظنا على ما تبقى من عمارة حسن فتحي. هنا تواجد المسرح، مسرح حسن فتحي اول من احتلى على خشبة المسرح هو الفنان يوسف وهبي، تمام. المسرح على شكل المسرح الروماني، المسرح الروماني مدور، لكن ده مربع بشين 800 متفرج. يقول من عرفوا حسن فتحي إنه أراد أن يشكل بأعماله معارضة للهيمنة غير المصرية على الفضاء المصري، فكتب قائلاً: بيوت الأغنياء والفقراء على حد سواء، من دون لهجة مصرية ضاع التقليد وانقطعنا عن ماضينا، منذ أن قطع محمد علي حنجرة آخر مملوكي. حسن فتحي تعلمنا منه حاجات كتيرة جداً، يعني من ضمن الحاجات طريقة التفكير في المشكلة في الديزاين نفسه، إن إحنا مش أول ما بتوصل لنا أي فكرة نفرح بيها ونبتدي نشتغل عليها، لا، دايماً نشك في اللي إحنا بنعمله يعني ونعيده. يعني أنا مثلاً في بيت قعدنا نشتغل فيه أكتر من شهر، البيت ده رغم إنه كان طالع حلو، فبقول له حسن بيه احنا كده وصلنا يعني المرحلة كويسة، قال لي لا احنا مش عايزين نبقى ساذجين في تفكيرنا، كل فكرة لازم تاخد حقها وتطلع بشكل تبقى فيها ماتيوريتي، فيها نضوج. لان هو فلسفته كانت بتختلف اختلاف كلي وجزئي عن المهندسين المختصين بالشق ده، لان هو عنده كان الجانب الانساني بيغلب على الجانب المعماري. عرفوه بعدين لما كل العالم بيتكلم عن حسن فتحي، جميع مدارس العمارة بتدرس عمارة حسن فتحي، شعروا بحسن فتحي أخيراً. ولكن حسن فتحي علامة لمستوى العالم. يعني يعني أنا دايماً أقول إن حسن فتحي هو فكرة أكثر منها طوب ورمل وأبواب وأبوات. حسن فتحي كان فلسفة معينة ممكن الإنسان يتبعها حتى في العمارة بتاعته من غير ما يبقى العمارة شكل حسن فتحي. عشان كده أنا كنت دايماً بقول إن الجيل التاني اللي جه بعد حسن فتحي كان عليه عبء أكبر. البيت اللي كان ساكن فيه هو كان دايماً بيصف الشارع أو الخط المستقيم إن ده شارع غير صحي، كان دايماً ميوله بتميل لشارع، مثلاً لو هضرب مثال الشوارع اللي هو كان بيقتنع بيها وكان دايماً بيضرب مثل بيها شارع المعز، لأن شارع المعز مش عبارة عن شارع طويل، لا، هو كان كل شوية كان دايماً يقول لك أنا محتاج كل حوالي كيلو أو 500 متر أو أقل من كده إن أنا ألاقي مصد، يعني ما ينفعش أمشي في شارع ملقيش نهاية لعيني لأن ده غير صحي، لأن المصدات دي كانت بتعمل تغيير في الهواء. كان يقول إيه؟ البيت اللي ما تلعبش فيه الأطفال غمية ما يبقاش بيت، يعني بيت متسع
في منافس، في تهويات، واحنا كما متواجد معنا حاليا. من أجل مشروعه المصري وعمارته المنتمية إلى ماء النيل وتراب جروفه، غرس حسن فتحي رجليه في الطين وغرف منه بيديه ليوقع مشروعه الذي لازمه، ليوقع عمارة الطين. كلمة غير دقيقة هي كلمة عمارة الفقراء، هي الكلمة الأساسية، عمارة للفقراء وليست عمارة الفقراء. حتى الكلمة نفسها كان لما هو عمل الكتاب في الأول عمله بالفرنش، لما كتبه بالفرنساوي هو كتبه باسم حاجة تانية خالص، البناء للشعب أو البناء مع الشعب، construit avec le peuple، اللي هو إزاي هو بيبني للناس والناس بيبقوا متشاركين مع بعض في عملية البنى دي. محتاجين إن إحنا فعلاً نفعل كل اللي هو عمله ونستغله أو نعيد توظيفه تاني، لأن إحنا النهاردة زي ما أقول إحنا في مرحلة بناء، إحنا في مرحلة تطوير. ما هو المانع إن أنا وأنا ببني النهاردة أعمل قرية، أو مش أعمل قرية بقى، أعمل مدينة على طراز المعماري لحسن فتحي؟ يمكن ده صعب شوية إن إحنا ننفذه في العصر ده، لكن هو محتاج ان احنا قبل ما ننفذه لازم نؤمن بافكار هذا الرجل. هو عمل كتاب كمان من اهم الكتب اللي نزلت، اسمه Vernacular Architecture، بيتكلم فيه عن العماره الشعبيه، اسلوب استغلال الطاقه البديله للطاقه بتاعه اللي موجوده دلوقتي. هو كان بيتكلم عن ازاي كنا ممكن نستخدم العماره المحليه في اننا يعني نستغل جميع إمكانياتنا، سواء إن إحنا ندي طاقة نظيفة، نستعمل مباني بتدي راحة حرارية من غير ما نستهلك مكيفات وحاجات من دي كتير. يعني عمارة الطين دي إحنا بتقينا كتير جداً في درجة الحرارة العالية المرتفعة في جنوب مصر من الحرارة، وتخفيف علينا من الكهرباء، وتخفيف علينا من حاجات كتيرة جداً. نبتدي نشوف كل مجتمع محتاج ايه بالظبط. يعني احنا لما بنبني في الوادي الجديد غير لما بنبني في بورسعيد غير لما بنبني في اسكندريه، كل مجتمع له احتياجاته وله صفاته الاجتماعيه. احنا حسن فتحي استاذنا ومعلمنا وابونا ومعلمنا، يعني احنا افتقدناه ولكن في علمه ما افتقدناهش. ما كان موجود كل الحاجات دي موجوده، ما كان في كهرباء ساعتها، وكان في يعني أدوات تهوية حديثة، ولكن هو كان بيعتمد على الشق ده عشان ما يكلفش المنزل مبالغ لا يقدر الفلاح اللي هو كان متبنيه، اللي هو كان شايف ان هو لازم يكون له الحق في منزل آدمي، المنزل اللي هو الصحي، اللي هو يقدر يحافظ على صحة الناس البسيطة، مش الفلاح بس، الناس البسيطة بشكل عام. سلاما حسن فتحي،
لقد صنعت لنا ما نفخر به وما نسميه عمارتنا الصافية، عمارتنا التي تهاوت خصوصيتها لتقوم مكانها ركامات هجينة لا تشبهنا ولا نشبهها. مثلما أدخلت الشمس والهواء إلى بيوت الفقراء، أدخلتهما إلى عمارتنا وعقولنا. تحية لك أينما حللت.